مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من سان بيدرو. واخيرا كرينا الموتور، خلصناه وربعة السوايع هو عند الميكانيك باش يصيبوا، لانه كان خاسر. فحاليا غادي نحاول نقربكم من الاجواء هنا في سان بيدرو قبل المقابله اللي غتجمع ما بين المنتخب المغربي الوطني والكونغو يوم غد باذن الله. فالموتور الاخوان كريناه ب 6000 فرانك، هي شي 80 درهم ولا شي 90 درهم مغربيه للنار. كرينا الموتور، تخيل معايا فاش كنقلب الوراق لقيت الوراق تسهلاو في شهر 12 ديال 2023. ولكن خونا اللي كيدوزو مع عندهم مشى، ما عرفتش فين مشى. المهم عطاني الوراق، نباني غير واحد السيد، لان الوراق ديالهم ماشي بحال الوراق ديالنا في المغرب، الوراق ديالهم في شكل ديال بصح. المهم نحاولوا على اننا نوريكم المدينه شويه، نقربوكم الاجواء هنايا باش هكذا تعيشوا معنا كل شيء الاخوان. شوفوا الموتور كيفاش داير. واحد الموتور علامة الاخوان، كرينا هنا في سان بيدرو. اي مون امي، هذه الاجواء الاخوان. دوسمون دوسمون دوسمون، مغربي ماروكان. فهذه الاجواء الاخوان هنا في سان بيدرو، نحاول نقربكم منا. سان بيدرو كانك في مدينه كازابلانكا. غندير لكم جوله بدراجه ناريه كرينا باش نقربكم الاخوان من سان بيدرو كانك في المغرب. يعني نجيب واحد الجوالات، شوفوا الاحياء الشعبيه كيفاش دايره هنا، كيفاش كيعيشوا هاد الناس. واخا هما ناس ظريفين، ناس في الشكل، ولكن قربوكم من هاد الاجواء، يعني تعيشوا معنا كل شيء. هادي هي سان بيدرو بالكوت ديفوار، اجواء استثنائيه في كاس امم افريقيا. طاكسيات الاخوان، اللي بغيتي توقف طاكسي كتقول ليه كيوقف، بحال كدير شي بوصه دير لها كيوقف. كنقلبوا دابا على نشوفوا الوجهه الملعب اللي غادي يخوض المقابله الثانيه ديال اسود الاطلس. هنا عندهم البوليس متشدين يا الاخوان، عرفتي لا موقفتي في شي فيروج. اونامي لورانت بوكو اللي هو لو ستاد، لو ستاد تو دغوا. ميرسي. اه تي فا سيبورتي لي ماروك ان شاء الله، اون فا غاني. ميرسي ميرسي. ضير ايوا هادو اي فوكس على الفيروج، ما كيبغيوش يوقفوا الاخوان، ما كيبغيوش يتسناو والو. ايوا زير زير. ها انتم الاخوان، هذه الاجواء هنا في سان بيدرو، دراجة ناريه كريناها باش نقربوكم من كل صغيره وكبيره. إن الماما أفريقيا الإخوان، هاد الناس الرجولة، ناس طيبين في شكل، كيتعاملوا ديال بصح. ليسونس عندهم ب 715. شحال هي 800؟ هادو 715 سا
715 تقريبا بحالنا شي 12 درهم ولا 13. ايه انا ديال لك غيدور عرفت واحد الريحه مزهده ديال الكاكاو عندهم هنايا يمكنش فالاخوان من دابا شويه غادي نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله تبقاو على خير. هذه الاجواء سان بيدرو هذه واحد البحيره هنا المهم اجواء استثنائيه هنايا نتمنوا كل التوفيق لاسود اطلس الله يوفقهم يا ربي نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله تبقاو على